بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتعة النافعة، وما زلنا مع هذه الدورة المباركة وهي دورة التجويد المتقدم لرواية حفص عن عاصم. مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة، ما زلنا في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين تنقسم إلى أربعة أقسام: الإظهار الحلقي وحروف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، والقسم الثاني هو الإدغام وحروفه يرملون. أما القلب فحرفه فقط الباء، وباقي الأحرف هي للإخفاء الحقيقي، طبعا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. تحدثنا في لقائنا السابق عن القلب، وعرفنا القلب لغة واصطلاحا، وبينا حروف القلب وهو الباء، وقلنا أن القلب يأتي في كلمة أو كلمتين مع النون، وطبعا مع التنوين لا يكون إلا في كلمتين، ومثلنا على ذلك، وقلنا أن القلب يتحقق بأمور ثلاثة هي موجودة أمامنا على الشاشة، ثم بينا كيف ضبط القلب كما هو موجود أمامنا على الشاشة، ثم بينا سبب القلب، ثم انتقلنا إلى الإخفاء الحقيقي، وعرفنا الإخفاء لغة واصطلاحا، وبينا حروف الإخفاء وهي المجموعة في قول الناظم: سقط ثناك إنجاز شخص فالسما دم زد في تقن ضع ظالمة، وقلنا أنه يأتي في كلمة أو كلمتين مع النون ويكون في كلمتين مع التنوين، ومثلنا على ذلك من القرآن. هذا أمثلة جميلة من القرآن، وبينا أن الغنة تفخم تبعا للحرف الذي بعدها، إذا كان حرف من حروف التفخيم فإنها ستفخم، وإذا كان حرفا من حروف الترقيق فإنها سترقق، وطبعا موضوع التفخيم والترقيق سنأخذ فيه مبحث كامل، وسيكون باب جميل وخفيف بإذن الله تعالى، وسنتعرف على كثير من الأمور المهمة في حينه بإذن الله تعالى. ثم بينا مراحل الإخفاء الثلاث، وقلنا أنه الإخفاء أيضا يكون في حروف وفتح صور، وفرقنا بين الإدغام والإخفاء، ثم بينا حالات الإخفاء، وقلنا أنه مع الطاء والدال والتاء يكون أقرب إلى الإدغام لقرب المخرج، ومع القاف والكاف أقرب إلى الإظهار لبعد المخرج، ومع باقي الأحرف هي حالة متوسطة، وشرحنا ذلك بالتفصيل. إذا هي أقرب إلى الإظهار مع القاف والكاف، وأقرب إلى الإدغام مع الحروف النطعية، ومتوسطة مع باقي الأحرف. وقلنا أن نسبة ظهور النون عند أحرف الإخفاء لو حسبناها بالنسب المئوية، قلنا أنه تقريبا 25% مع الطاء والتاء والدال، معنى ذلك أنه مع القاف أو الكاف نسبتها 75%، ومع باقي الأحرف 50% للنون و50% لباقي الأحرف. فلو قلت منقى نسبة ظهور النون عالية حوالي 75%، لكن لو قلت كنتم فنسبة ظهور النون ضعيفة 25%، وبالتالي المتبقي راح يكون للتاء، يعني راح يكون التاء 75% نسبتها. أيوة في الشريحة التالية، أيوة راح نشوف الطاء والتاء والدال نسبتها 75%. احنا لو عكسنا الأمر قبل قليل قلنا نسبة النون عند الطاء والتاء والدال 25%، إذا ال 75 المتبقيات هي إما للطاء أو التاء أو الدال، ونفس الشيء مع القاف والكاف، قلنا في النون نسبة ظهورها 75%، وبالتالي سيكون نسبة ظهور القاف والكاف ضعيفة تقريبا 25%،
باقي الأحرف 50%، للنون 50%، الباقي الأحرف. وبينا كيف ضبط الإخفاء الحقيقي في القرآن. وقلنا أنه لو لاحظنا أنه نفس مصطلح الضبط في حكم الإدغام الناقص، فرقنا كيف نتعرف على هذا الفرق بين الإدغام الناقص والإخفاء الحقيقي. هيك نكون رجعنا محاضرتنا السابقة. مين عنده سؤال أو استفسار في المحاضرة السابقة؟ يا جماعة الأمور واضحة إن شاء الله. على العموم اليوم سنتحدث عن باب مهم جدا جدا وكثيرا ما يقع في القرآن، وهو تقريبا عند غالب العلماء وغالب الكتاب علم التجويد يضعون مبحث مباشرة بعد مبحث النون الساكنة والتنوين لما فيها من تشابه في الحكم. محاضرتنا اليوم محاضرة رائعة سنتحدث فيها عن أحكام الميم الساكنة في القرآن. الميم الساكنة كتعريف هي ميم خالية من الحركة وسكونها ثابت في الوصل والوقف. هي ميم خالية من الحركة وسكونها ثابت في الوصل والوقف. فعندما نقول ميم خالية من الحركة خرج بذلك الميم المتحركة، نحو آمنا، نحو نعمه، هذه الميم خرجت منه، لماذا؟ لأنها متحركة، إذا لابد أن تكون ميم خالية من الحركة. طبعا حديثنا عن الحركات الثلاث سواء الفتحة أو الضمة أو الكسرة. نحو مالك، عندما قلنا ميم خالية من الحركة، نحو مالك أو ملك، نحو فتم، هذه الميم ليست خالية من الحركة، إذا لابد أن تكون ميم خالية من الحركة حتى نحكم عليها بأنها تدخل ضمن الميم الساكنة. إذا مالك وكلمة فتمة هذه الكلمات لا تصلح أن تكون من ضمن هذا المبحث. وخرج بقولنا سكونها ثابت، احنا قلنا الميم الساكنة هي ميم خالية من الحركة وسكونها ثابت، نحو هم العدو، هذا السكون غير ثابت في الوصل والوقف. هم العدو، هذه الميم هي نراها متحركة. قم الليل، ميم متحركة، إذا هذه لا تدخل ضمن الميم الساكنة. وخرج بقولنا في الوصل والوقف، نقول الميم هي ميم خالية من الحركة وسكونها ثابت في الوصل والوقف، نحو عليم، هذه ليس سكونها ثابت في الوصل، إنما فقط في حال الوقف، إذا تخرج، لا نتحدث عنها. حكيم أيضا في هذا في حال الوصل متحركة، لكن في حال الوقف ساكنة، إذا هذه لا تدخل ضمن التعريف. إذا لابد أن يكون سكونها ثابت في الوصل وفي الوقف. قال الإمام الجمزوري رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء. ويتحدث فيها عن الميم ويقول إن تسكن هذه الميم تجي قبل حروف الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء. والآن راح نتعرف على الشطر الثاني من البيت ماذا يقصد فيه الإمام الجمزوري. لكن بداية أحكام الميم الساكنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما الإدغام الشفوي مع الميم، وإما الإخفاء الشفوي وهو مع الباء، وإما الإظهار الشفوي وهو مع باقي الأحرف. ولو لاحظنا أن هنا نقول الإدغام الشفوي، الإخفاء الشفوي، الإظهار الشفوي، وكررنا كلمة الشفوي في الأمور الثلاثة. لماذا؟ قال العلماء لأنه هنا نتحدث عن أحكام الميم، والميم تخرج من الشفة، لذلك احنا نفرق بين الإدغام الحقيقي وبين الإدغام الشفوي، بين الإخفاء الحقيقي وبين الإخفاء الشفوي، وما بين الإظهار الحلقي والإظهار الشفوي. فهذه التسمية تفرق بين النوعين، إذا لنفرق بين الأنواع. فإذا قلنا الإخفاء الشفوي فنفرق فيه بين الإخفاء الحقيقي والإخفاء المتعلق بالميم الساكن. احنا قلنا الإدغام هو مع الميم، والإخفاء مع الباء، والإظهار مع باقي الأحرف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل جميع الحروف الهجائية تقع بعد الميم الساكنة؟ طبعا احنا قلنا الميم إدغام، الباء إخفاء. طب هل مع الإظهار جميع الحروف المتبقية من اللغة العربية؟ من يقول؟ أبو عبد الله نصر الله. كلها ما عدا الألف، لأن الألف ساكنة.
طيب ولما تكون ساكنة؟ من ساكن ساكن اقتربت أكون واحدة مين صح؟ ساكن؟ اقتربت بس من الإجابة أدق من هيك. طيب نعيمة. لأنه الألف لازم يكون قبل حرف مفتوح، يعني هي ما بيصير يجي قبل حرف الساكن، فهي بدها تكون الله هي ينور، ساكن دائما قبل مفتوح. الله ينور عليك. تمام، إذا نحن نعلم أن الألف لن تكون إلا ساكنة ما قبلها مفتوح، ونحن هنا نتحدث عن الميم الساكنة، فلا يستقيم الأمر. إذا لن تكون الألف بعد الميم الساكنة. إذا سنتحدث بداية عن الإدغام الشفوي. تعريف الإدغام طبعا معروف لديكم وعرفناكم بذلك، لغة هو الإدخال أو الدمج أو الخلط. أما الصلاحا فهو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس ثاني يرتفع عنهما المخرج ارتفاع واحدة، وهذا شرحناه بالتفصيل في أحكام الميم الساكنة. لكن هنا عندما نقول إدخال حرف ساكن أي الميم في آخر متحرك أي في حروف الإدغام. ما هي حروف الإدغام؟ هو حرف واحد هو الميم. إذا هو إدخال حرف ساكن أي إدخال الميم في الميم بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا لتصبح عندنا ميم واحدة مشددة عبارة عن حرفين. إذا الإدغام الشفوي حروفه هو حرف واحد هو الميم. شرط الإدغام الشفوي أن يأتي بعد الميم الساكنة ميم متحركة، فتدغم الميم الساكنة بالميم المتحركة بغنى مقدارها حركتين. إذا شرطنا أن يأتي بعد الميم الساكنة ميم متحركة، فتدغم هذه الميم الساكنة في الميم المتحركة ويكون مصاحب لذلك غنى مقدارها حركتين. بالنسبة للإدغام الشفوي يأتي في كلمتين فقط، لن يكون في كلمة واحدة. سبب الإدغام هو التماثل بين الميم والميم. ما هو المقصود في التماثل؟ التماثل أنه نفس الحرف، إذا قلت الحرفين متماثلين معنى ذلك أن الحرف الأول تماما مثل الثاني، حاء مع حاء، دال مع دال، غين مع غين، سين مع سين، فاء مع فاء. طب هنا نتحدث عن الميم، إذا التماثل هو بين الميم والميم. إذا سبب الإدغام هو التماثل بين الميم والميم. الإدغام الشفوي سمي إدغام المتماثلين الصغير بغنة، يعني له تسمية عند بعض العلماء إدغام المتماثلين الصغير بغنة. ماذا نقصد بإدغام المتماثلين الصغير بغنة؟ إذا إدغام المتماثلين الصغير بغنة، أولاً إذا قلنا إدغام وذلك لإدخال الميم الساكنة في المتحرك، إحنا عرفنا قبل قليل الإدغام وقلنا هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك. هنا عندما نقول الإدغام لإدخال الميم الساكنة في الميم المتحركة، لذلك سمي إدغام. طيب لماذا سمي متماثلين؟ لاتحاد الميم والميم التي بعدها مخرجا وصفة واسما ورسما. الميم متماثل مع الميم، لو كنا نتحدث مثلا عن الدال كان قلنا الدال التي بعدها، لو قلنا عن الفاء كان الفاء التي بعدها. هنا حدثنا عن الميم الساكنة، إذا لاتحاد الميم الأولى مع الميم الثانية التي بعدها مخرجا وصفة واسما ورسما متماثلين. وهذا مبحث التماثل والتجانس والتباعد والتقارب، هذا مبحث رائع وجميل جدا، إن شاء الله عندما نصل له ستجد متعة ومعلومات قيمة حتى راح تفيدنا في حياتنا العملية وحياتنا العادية. موضوع شيق وجميل جدا بإذن الله تعالى. إذا إدغام المتماثلين عرفنا لماذا سمي إدغام ولماذا سمي متماثلين. وصغير، الصغير لأنه لا يحتاج إلى عمل كبير، دائما إذا كان الإدغام صغير وهذا عام يعني لا يخص فقط أحكام الميم الساكنة. عندما أقول إدغام صغير معنى ذلك أن الحرف الأول ساكن وأدغم في الحرف الذي يليه وهو متحرك الحرف الثاني. إدغام حرف ساكن في آخر متحرك، هذا يسمى صغير. طب لماذا سمي صغير؟ لأنه لا يحتاج إلى عمل كبير. راح نتعرف بعد ذلك في محاضرات قادمة بإذن الله تعالى أنه في مثلا علاقة مثلا إدغام صغير في علاقة إدغام كبير، طبعا هذا لا يخص الإمام حفص إلا في بعض الأصول، لكن إدغام كبير. طب ما هو المقصود في الإدغام الكبير؟ يحتاج إلى أكثر من خطوة، إيش هي؟ راح نتعرف عليها في حينها بإذن الله تعالى. أما الإدغام الصغير فهو عبارة عن خطوة واحدة لا أكثر، إذا لا يحتاج إلى عمل كبير أو عدة خطوات أو ما شابه ذلك، لذلك سمي صغيرا. إذا إدغام المتماثلين الصغير بغنة. لماذا سمي بغنة؟ لكون الغنة مصاحبة له،
وهي هنا للحرف المدغم فيه بالإجماع. إذا تتذكروا في النون قلنا هناك في خلاف مثلا في إدغام النون في النون والميم، لكن هنا لا يوجد خلاف، إجماع عند العلماء بأن الغنة التي أقرأها أو تكون مصاحبة لهذا الإدغام هي غنة الحرف المدغم فيه بالإجماع. أي الميم، غنة الميم، أي الميم الثانية التي أضغمت فيها الميم الأولى. إذن لماذا سمي إدغام المتمثلين الصغير بغنة؟ لهذه الأمور الموجودة أمامنا على الشاشة. طيب لماذا سمي الإدغام الشفوي بالشفوي؟ قلنا قبل قليل لأن الحروف تخرج، وهي حرف واحد طبعا الميم، تخرج من الشفتين، تخرج من الشفتين. إذا الإدغام الشفوي راح نمثل على ذلك بأمثلة، ولا يخفى علينا أن الإدغام الشفوي يصاحب غنة مطولة مقدارها حركتين، لابد أن يكون مصاحب لهذا الإدغام غنة مقدارها حركتين، نحو أم من يكون. كيف ستقرأ؟ أم من يكون، أما. إذا أضغمنا الميم الأولى، هذه الميم في الميم الثانية، لكن في رسم القرآن لن نجدها بهذا الشكل، سنجدها بهذا الشكل. أم من يكون، هكذا تقرأ. نحو ما لهم من، تقرأ كيف؟ ما لهم من، ما لهم مي، لكن كيف ترسم في القرآن بهذه الشكل؟ ما لهم من. نحو ألف لام ميم، كيف تقرأ؟ هكذا، ألف لام ميم. إذا سندغم هذه الميم في الميم التي بعدها. ولاحظوا الغنة عندما قلت أمن ما لهم من، هذه الغنة الموجودة لابد أن تكون مصاحبة لهذا الإدغام. ونؤكد ونعيد أن هذه الغنة هي الحرف المدغم فيه بالإجماع، ألا وهي الميم الثانية، غنة الميم. يكون الإدغام في حروف فواتح الصور أيضا، نحو ألف لام ميم قبل قليل تحدثنا عنها. طب كيف ضبط الإدغام الشفوي في القرآن؟ ضبط الإدغام الشفوي في القرآن بحذف السكون عن الميم الأولى وتشديد الميم الثانية. لو نلاحظ أنه فوق الميم لا يوجد شيء، لكن فوق الميم الأولى طبعا، أما الميم الثانية فوقها شدة. إذن أمن، عرينا الحرف الأول وهو الميم الأولى، عريناها من السكون، أما الميم الثانية فوضعنا فوقها شدة. إذن ضبط الإدغام الشفوي في المصحف بتعريب وبحذف السكون عن الميم الأولى وتشديد الميم الثانية. انتهينا من الإدغام الشفوي، ننتقل إلى الإخفاء الشفوي. الإخفاء الشفوي له حرف واحد وهو الباء. شرط الإخفاء الشفوي أن يأتي بعد الميم الساكنة باء متحركة، فتخفى الميم الساكنة بغنة مقدارها حركتين. الغنة لابد أن يكون مقدارها حركتين دائما. إذا يأتي بعد الميم الساكنة باء، احنا قلنا قبل قليل في الإدغام الشفوي الميم يأتي بعد الميم ميم، وفي الإخفاء الشفوي أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف الباء، ولابد أن طبعا يكون متحرك. طيب يأتي الإخفاء في كلمتين، أما سبب الإخفاء هو التجانس بين الميم والباء. إيش نقصد في التجانس؟ أمر هين وبسيط يا جماعة، وهذا أيضا إن شاء الله بإذن الله تعالى سنشرحه. قبل قليل قلنا عندما نصل إلى هذا المبحث سيتم شرحه إن شاء الله بنوع من التفصيل ونوع من إعطاء المعلومات إن شاء الله بشكل جديد بالنسبة للجميع بإذن الله تعالى. إذا ما هو سبب الإخفاء؟ هو التجانس. ماذا نقصد في التجانس؟ الاتحاد إما في الصفة أو في المخرج. هنا اتحدوا في المخرج، يعني الميم والباء مخرجهم واحد، يخرج من الشفتين. لما نقول ما وباء، لو لاحظنا أنهم الحرفين يخرجوا من الشفتين، عشانهم يخرجوا من الشفتين نطلق على العلاقة التي بينهم علاقة تجانس. إذا ما هو التجانس؟ الاشتراك إما في المخرج أو إما في الصفة. هنا اشتركوا في المخرج ونطلق على سبب الإخفاء التجانس في المخرج. إذا ما هو سبب الإخفاء؟ التجانس بين الميم والباء في المخرج.
سؤال على الهامش قد يسأل البعض، يقول أنت تقول التجانس هو الاشتراك في المخرج أو في الصفة، كيف في الصفة؟ أي نعم، أيضا التجانس يعتبر في الصفة، وهذا إن شاء الله عندما نصل إليه سنتحدث عنه بالتفصيل بإذن الله تعالى. تنبيه، يتحقق الإخفاء للميم الساكنة بانطباق الشفتين انطباقا يسيرا أي ملامسة عند النطق بها مع إثبات الغنة بمقدار حركته، لا بد، مثلا ترميهم بحجارة، ترميهم ملامسة للشفتين مع إثبات الغنة بمقدار حركتين، ترميهم بحجارة، لامسنا الشفتين ملامسة خفيفة مع إثبات الغنة بمقدار الحركتين. مثالنا على ذلك، طبعا الإخفاء الشفوي صاحب الغنة مطولة مقدارها حركتين، تحكم بينهم، لا نريد الضغط، تحكم، ولا نريد وضع فرجة أو إيجاد فرجة صغيرة بين الشفتين، إنما كالابتسامة، ملامسة للشفتين، ومع هذه الملامسة للشفتين عدم الضغط، عدم الكز على الشفتين، ومع هذا يصاحبه غنة مطولة مقدارها حركتين. مثال آخر، ترميهم بحجارة. إذن هذا هو الإخفاء الشفوي، ربهم بالغيب، هكذا تنطق. قد يسأل سائل، ما هو الفرق بين الإخفاء الشفوي والقلب؟ ممكن واحد يقول والله أنا بلاحظ إنه القلب اللي أخذناه في باب النون الساكنة والتنوين يشبه تماما الإخفاء الشفوي، ما في خلاف، أنا سامع في الصوت عندما نطقت ترميهم بحجارة مثلا أنباء، ما في فرق بيناتهم في الصوت. طب كيف، هل يوجد فرق؟ نقول نعم، يوجد بعض الفروق بين الإخفاء الشفوي والقلب، وهي إذن هي عند الإخفاء الشفوي والقلب، الإخفاء الشفوي يحتاج في تطبيقه إلى عملية واحدة، وهي إخفاء الميم الساكنة عند الباء فقط، عملية واحدة. طب القلب؟ لا والله، القلب يحتاج إلى عمليتين. العملية الأولى قلب النون الساكنة ميما ساكنة، في أنباء قلبنا النون إلى ميم ساكنة، ثم أخفينا هذه الميم الساكنة عند الباء. نلاحظ أنه المرحلة الثانية أو العملية الثانية هي مطابقة تماما للإخفاء الشفوي. إذا في الإخفاء الشفوي لاحظوا إخفاء الميم الساكنة عند الباء، وهنا إخفاء الميم الساكنة عند الباء، لكن في القلب سبقت هذه العملية عملية أولى قبل ذلك، وهي قلب النون الساكنة ميما ساكنة. إذا الفرق بين الإخفاء الشفوي، أن الإخفاء الشفوي يحتاج إلى عملية واحدة، أما القلب فيحتاج إلى عمليتين. فاطمة، السلام عليكم. لو سمحت وعليكم يعني أستاذ، يعني في الإقلاء في القلب، هل إنه تحويل النون إلى ميم، النون الساكنة إلى ميم مخفاة، يعني بنقدر نعرف القلب إنه تحويل النون الساكنة إلى ميم مخفاة؟ حضرتك بتحكي إنه الإقلاب حيجي على مرحلتين، المرحلة الأولى قلب قلب النون، النون الساكنة ميم، والمرحلة الثانية إخفاء الميم الساكنة. يعني تمام. هل إنه هو الإقلاب نفسه حيصير تعريفه إنه قلب النون الساكنة إلى ميم مخفاة؟ لا مش على طول، مش مباشر، ما بنقدر نقول ان قلب النون الساكنه الى ميم مخفاه. قبل ذلك راح يسبق هذا إخفاء القلب الميم الساكنة. انه انا قلبت النون الساكنه الى ميم ساكنه حتى يستقيم عندي. اذا لن يكون مباشر قلب النون الساكنه الى ميم مخفاه، ممكن احنا نتجاوز ان نقول ذلك، لكن لابد ان تكونوا على درايه انه هذا القلب للنون الساكنه تحول، او قلبنا هذه النون الساكنه الى ميم ساكنة، ثم أخفينا هذه الميم الساكنة عند هذه الباء. يشبه، قلنا هذه العملية الثانية تشبه تماما الإخفاء الشفوي، لكن في القلب تسبق هذه العملية عملية أخرى، مرحلة أولى، وهي تهيئة الأمر بأنه أنا أجعل هذه النون ميم ساكنة ثم بعد ذلك أخفيها. تمام فاطمة؟ نعم. طيب كيف ضبط الإخفاء الشفوي في القرآن؟ ضبط الإخفاء الشفوي بحذف السكون عن الميم
ولا يشدد الحرف الذي بعدها. ربهم بهم، لا يوجد على الميم أي سكون ولا يشدد هذا الحرف الذي بعدها بعد هذه الميم، فكيف ينطق ربهم بهم؟ ربهم بهم، هكذا ينطق هذا الإخفاء. وعلامته قلنا عدم وجود سكون فوق الميم وعدم تشديد الحرف الذي بعدها. ننتقل الآن إلى الإظهار الشفوي. لاحظوا كيف درس اليوم ومحاضرة اليوم محاضرة خفيفة، أخذنا فيها في الأول الإضغام الشفوي ثم انتقلنا إلى الإخفاء الشفوي، الآن ننتقل إلى الإظهار الشفوي، أيضا هو يعني باب صغير وبسيط. الإظهار الشفوي، الإظهار هو إخراج الميم الساكنة، طبعا الإظهار الشفوي هو إخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنة ظاهرة ولا وقف ولا سكت ولا تشديد إذا أتى بعدها أحد أحرف الإظهار. طيب قبل ما ندخل إلى التعريف، قلنا إذا أتى بعدها أحد أحرف الإظهار، ما هي أحرف الإظهار؟ جميع حروف اللغة العربية باستثناء الميم، لأن الميم مع الميم إضغام، وباستثناء الباء لأن الميم مع الباء إخفاء، وباستثناء الألف لأنه قلنا في بداية المحاضرة لن يكون بعد هذه الميم الساكنة ألف. إذن هذه الحروف الثلاثة لن تأتي بعد الميم الساكنة في الإظهار. إذا أتى بعدها أحد أحرف الإظهار يستثنى من هذه الأحرف، أحرف اللغة العربية بشكل عام، الميم والباء والألف. إذن هنا هو إخراج الميم الساكنة من مخرجها، نخرج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنة ظاهرة. إذن أصل الغنة، وهذا إن شاء الله في مبحث الغنة سنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل، إذن أصل الغنة موجود، أنا قلت من غير غنة ظاهرة، إذن في غنة، لما أقول من غير غنة ظاهرة إذن في غنة، لكن هذه الغنة هي أصل الغنة، بحيث أنه هذه الميم في حال الوقف ولا السكت ولا التشديد. إذن ما هو تعريف الإظهار الشفوي؟ هو إخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنة ظاهرة ولا وقف ولا سكت ولا تشديد إذا أتى بعدها أحد أحرف الإظهار. إذن حروفه هي باقي الأحرف وهي 26 حرف. شرط الإظهار الشفوي أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف متحرك من حروف الإظهار الشفوي 26 حرفا. طبعا يأتي الإظهار في كلمة أو في كلمتين ما في مشكلة. سبب الإظهار هو التباعد بين الميم وأغلب أحرف الإظهار أو للرواية. هنا قلت أو للرواية، لماذا أضفت هذه العبارة مع أنه أغلب الكتب تقول التباعد بين الميم وأحرف، لماذا قلت هنا للرواية؟ فاطمة، قلنا للرواية لأنه في أحرف غير متباعدة عن الميم مثل حرف الفاء، الله ينور عليك، ولكنها رواية لم تظهر. الله ينور عليك، ما شاء الله، ممتاز ممتاز فاطمة. إذن عندنا هنا بعض الأحرف هي ليست متباعدة وإنما متقاربة، طيب أنا أظهرها، إذن سبب الإظهار هو التباعد في أغلب الحروف ومع أغلب الحروف أو للرواية في بعض الأحرف كالفاء. إذن سبب الإظهار هو التباعد بين الميم وأغلب أحرف الإظهار أو للرواية. طيب ماذا لو جاء بعد الميم الساكنة همزة وصل في كلمة ثانية؟ إحنا قلنا قبل قليل أن يأتي بعدها 26 حرف، طب ممكن يأتي من ضمن هذه الأحرف همزة وصل؟ نقول نعم والله ممكن يأتي. طب ماذا لو جاءت هذه الميم الساكنة وجاء بعدها همزة وصل في كلمة ثانية نحو عليهم الذلة؟ هي ميم وبعدها همزة وصل. نحو يومهم الذي، هي ميم وبعدها همزة وصل. ماذا لو جاء بعدها همزة وصل؟ إيش الحل؟ قال العلماء نلاحظ دائما هذه الهمزة الوصل دائما في القرآن وأنتم غامضين مباشرة، اعلموا جيدا أن الحرف الذي بعدها هو حرف ساكن، دائما بعد همزة الوصل دائما حرف ساكن. إذن التقت الميم الساكنة مع الحرف الذي يليها وهو الحرف الساكن، إذن التقاء ساكنين، وهذا إن شاء الله أيضا سنتحدث فيه بالتفصيل، وهو باب مهم وجميل ورائع سنتحدث فيه بالتفصيل عندما نصل إليه بإذن الله تعالى. لكن مبدئيا نأخذ هذا الأمر بأنه إذا جاء بعد همزة وصل
معنى ذلك أن هذه الهمزة الحرف الذي يليها هو حرف ساكن، ودائما همزة الوصل في درج الكلام في وسط الكلام لا اعتداد لها. إذا ماذا ما هو أو ما هو الذي التقى؟ التقت الميم مع الحرف الذي يلي همزة الوصل ألا وهو الحرف الساكن. إذا التقاء ساكنين، وعندنا قاعدة في اللغة العربية يا جماعة تقول إذا التقوا ساكنين لابد أن أتخلص على العموم بشكل عام أن أتخلص من الحرف الساكن الأول. أعيد هذه العبارة، عبارة مهمة جدا، إذا التقوا ساكنين لابد أن أتخلص من الساكن الأول بحركة معينة، لكن هذا طبعا ليس في العموم، هذا في الأغلب. لماذا في الأغلب؟ من يقول لي هذه النقطة؟ طبعا هي لا تخص لقاء اليوم لكن من باب الفائدة، من يقول لي؟ أنا أقول، أعيد سؤالي، أقول أي التقاء ساكنين لابد أن أتخلص منه بتحريك الساكن الأول إلا في بعض الأحوال. مين يجيب لي مثال؟ أبو عبد الله. إذا كان الساكن الأول حرف مد يحذف. لا أنا بقول إلا في بعض الأحوال، يعني لابد أن أتخلص من الساكن الأول سواء بالتحريك أو بالحذف. طيب أحيانا لا أتخلص من هذا الساكن الأول، في عندك مثال على ذلك؟ طيب معلش ناخذ تغريد، معلش أبو عبد الله، تغريد سيد تغريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيد تغريد. أتوقع في ياء الإضافة محرك الساكن الثاني. الساكن الثاني مش الأول. عن الساكن الأول يا تغريد. هل ممكن؟ سؤال بسيط، والله سؤال هين وبسيط وسهل. طيب ناخذ الدكتورة فايزة. السلام عليكم. ربما عندما يكون الكلمة مثلا حال الوقف الحرف الأخير يسبق أيضا بساكن، فهنا نحافظ على يوجد التقاء ساكنين. الله ينور عليك. نحو مثلا غير مثلا. نعم مثلا كلمة غير، غير إذا كان الرحمن الرحيم الفجر، كل هذه الكلمات لم نتخلص من الساكن الأول. لكن أعود، إحنا معنيين الآن بالقاعدة العامة، قلنا إذا التقى ساكنين لابد أن نتخلص من الساكن الأول سواء بالتحريف أو بالحذف، وهذا كما قلت باب جميل وحتى يهمنا في قواعد اللغة العربية، وإن شاء الله عندما نصل له سنتحدث عنه بالتفصيل. إذا نحو عليهم الذلة يومهم الذي، هنا جاءت ميم وبعدها همزة وصل. طب ما هو الحل؟ عندنا ثلاثة أمور. إذا شرط إظهار وإخفاء الميم بشكل عام، إظهار وإخفاء الميم الساكنة أن يكون ما بعدها متحركا، فإن كان ساكنا كالأمثلة التي قبل قليل تحدثنا عنها وجب تحريكها. بماذا؟ عندنا بالحركات الثلاث. الحركة الأولى هي الفتح، وهذا في موضع واحد فقط في القرآن، وهو ألف لام ميم الله، هاي ميم الله، هاي همزة وصل، ونهاية هذه الميم ميم. إذا التقت الميم أو جاء، نقول جاء بعد هذه الميم همزة وصل، إذا التقاء ساكنين كيف نتخلص منه؟ بالفتح. كيف سنقرأها؟ ألف لام ميم الله، ميم الله، إذا خلصنا منه بالفتح. طب أكم موضع في القرآن مثل ذلك أو أمثلة أخرى؟ قلت قبل قليل لا يوجد إلا هذا الموضع فقط الوحيد الذي نتخلص منه بالفتح في القرآن. إذا عندنا بالفتح وهي حالة واحدة فقط في القرآن أو موضع واحد بالأحرى، أعود وأقول إنه موضع واحد في القرآن هو الذي تخلصنا منه بالفتح. طيب الضم، الحالة الثانية هي الضم، وهذا إذا جاءت ميم الجمع، كانت في ميم الجمع، نحو عليهم ميم جمع فتصبح عليهم الذلة. أينما تكون ميم الجمع هنا مثل هذا المثال فلنتخلص منها بالضم. الحالة الثالثة بالكسر، وهي باقي الحالات أو باقي المواضع. إذا الحالة الأولى إذا جاء بالفتح وهو موضع واحد في القرآن هو ألف لام ميم الله، طبعا الخاص بسورة آل عمران. الحالة الثانية هي بالضم فقط إذا كانت ميم جمع، هذه الميم الساكنة هي ميم جمع. الحالة الثالثة هي الكسر، وذلك في باقي الأمور بعد حالة الفتح وحالة الضم التي تحدثنا عليهما. إذا أمير تابوا، أمير تابوا، لاحظتم كيف كسرنا هذه الميم.
إذن شرط إظهار وإخفاء الميم الساكنة أن يكون ما بعدها متحركا. لو كان ساكن سنتخلص منه بأحد هذه الأمور الثلاثة. سمي إظهارا أو سمي الإظهار الشفوي بالإظهار لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها الحرف بالحروف الإظهار، وسمي شفويا لخروج الميم من الشفتين، لذلك سمي إظهارا شفويا. حنان تفضلي. هل عند تحريك الميم الساكنة بالكسر أو الضم أو الفتح وما إلى ذلك تجنبا لالتقاء السكنين، هل عندئذ تسري عليها أحكام الميم الساكنة؟ سؤال جميل جدا. هل تسري عليها أحكام الميم الساكنة؟ احنا شرطنا أن يكون ما بعد الميم الساكنة حرف متحرك، وقلنا في هذه الأمثلة التي تحدثنا عنها قبل قليل في حالة الفتح والضم والكسر، هنا ما بعد الميم همزة وصل، وبالتالي ما بعد همزة الوصل حرف ساكن، إذا التقت الميم الساكنة بالميم الساكنة أو بالحرف الذي بعدها الساكن، إذا لا يوجد أو لا ينطبق عليها قاعدة أحكام الميم الساكنة، لأنه شرطنا في أحكام الميم الساكنة أن يكون ما بعد هذه الميم حرف متحرك. طب إذا كان حرف ساكن لا ما انطبقتش عليها القاعدة. سؤال جميل يا حنان، شكرا لك. إذا مثالنا على الإظهار الشفوي، الهمزة هاي التاء هاي الحاء هاي الكاف وهي الواو مثلا هاي الراء، هذه بعض الأحرف التي ممكن أن تأتي بعد الميم، نحو الظمآن، لهم إله، أنعمت هاي الميم، أم تأمرهم، يمحو، أم حسب الميم، فيمكث، أم كنتم، أموات، أم حسابهم وهم هاي الميم، حسابهم وهم أيضا، أمر ولهم رزقهم، هذا بعض الأمثلة التي قد ترد في القرآن. السؤال الآن، لماذا نسب الإظهار لمخرج الحرف المظهر وهو الميم الساكنة ولم ينسب لمخرج حروف الإظهار؟ إذا تتذكروا في الإظهار عند النون الساكنة قلنا الإظهار الحلقي، لكن هنا قلنا الإظهار الشفوي. لماذا هنا قلنا الإظهار الحلقي ونسبناهم إلى الحلق وهنا قلنا الإظهار الشفوي؟ من يقول، من يجيب على هذا السؤال؟ أم أيمن. بالنسبة لهذه التسمية، لأن حروف الحلق متعددة والميم هو حرف واحد، يعني ما نسبنا الإظهار الحلقي إلى حرف معين، أما الميم فهي يعني حرف واحد، قلنا إظهار شفوي لأنها تخرج من شفتين. طب في الإظهار الحلقي؟ في الإظهار الحلقي هي الحروف متعددة، هي 6 حروف، يعني لا يمكن أن ننسبه إلى حرف دون حرف آخر. طيب كويس أم أيمن، لكن في الإظهار الحلقي لأن الحروف كلها متجمعة في منطقة واحدة فاستطعنا أن ننسب هذا الإظهار للحلق لأنها كلها متجمعة في الحلق. أما دكتور أنا ما فهمت. أيوة يا شيخنا، وبالنسبة للميم إظهار شفوي عشان يطلع من الشفاء ميم، إنما الحلق بيطلع من الحلق. بقول لك يا شيخنا بالنسبة للحروف يعني بتطلع من الحلق، اللي لازم نعمل حاجة غير قوم بتطلع من الحلق، إنما الميم بتطلع من الشفاء، ده سميها إظهار حلقي عشان بيطلع من الحلق، والتاني شفوي عشان الميم بتطلع من الشفتين. صحيح صحيح، الله يفتح عليك احمد، الله يفتح عليك ما شاء الله، وام ايمن الله يفتح عليك ما شاء الله. طيب اذا اعيد، سبب تسميه الاظهار الشفوي بذلك لأن الحروف التي تاتي بعد الاظهار الشفوي متفرقه، بعد الميم في الاظهار الشفوي متفرقه وكثيره وليست محصوره في مكان واحد، لذلك لم نستطيع ان نقول اظهارا مثلا كذا او كذا، لكن في الاظهار الخاص بالنون الساكنه الحروف الخاصة بهذا الإظهار هي متجمعة في منطقة واحدة في مخرج واحد، لذلك نسبنا الإظهار لها فقلنا إظهارا حلقيا، لكن في الميم قلنا إظهارا شفويا، فنسبنا الشفتين للإظهار لأنه الميم تخرج من الشفتين وباقي الأحرف التي تأتي بعدها متفرقة، فمن الأسهل علينا أن ننسبها إلى الشفتين فقلنا إظهارا شفويا. تنبيه، طبعا يجب المحافظة على إظهار الميم الساكنة عندما يأتي بعدها حرفي الواو والفاء لئلا تختفي عندهما، وهذا أحيانا نسمعه من بعض المبتدئين، إذا جاء بعد الميم الساكنة واو أو فاء فإنه لا يظهر هذا الميم بالشكل الصحيح. قال الإمام الجنزوري رحمه الله
واحذر لدى واو الوفاء أن تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي. من يفسر لنا هذا البيت؟ واحذر لدى واو الوفاء أن تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي. عبير. يعني نحذر عند الواو والفاء ما نخفيش الميم لأنها هي مظهرة، تمام؟ لقربها من مخرج الواو واتحاد وتجانس من مخرج الفاء، تمام؟ أو يعني العكس، يعني أنا كده عكست مش عارفة بس هو كده. الله يفتح عليك. لقربها من ماذا؟ لقربها من الفاء. لقرب من الفاء واتحاد صح، والاتحادها مع الواو في المخرج، الواو والميم مخرجهما واحد. واحد تاخذ في المخارج يا جماعه، ما يعني ما احد يقول إيه عن ماذا انت تتحدث يا دكتور، او انت اخت عبير عن ماذا تتحدث، هذا ان شاء الله راح ناخذه في المخارج، امر هين وبسيط. لكن مبدئيا الميم احنا هنا باب الميم الساكنه، فالميم مع الواو متحدات في المخرج متجانسين، ومع الفاء متقاربين. لذلك قال الامام الجنزوري واحذر لدى واو وفاء، احذر عند الواو والفاء ان تختفي، يعني ممكن الواحد يخفيها ما يظهرها بالشكل الصحيح. طب لماذا؟ لقربها، قرب ماذا؟ قرب الميم، قربها مع ماذا؟ مع الفاء، والاتحاد أي اتحاد الميم مع الواو في المخرج. إذن يحضر لدى واو الوفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرف. ملاحظة جميلة، الميم لا يقع بعدها في كلمة واحدة 8 أحرف من حروف الهجاء، وهي الجيم والخاء والذال والصاد والضاء والغين والفاء والقاف. هذه لن تجد مثال في القرآن يأتي بعد الميم الساكنة أحد هذه الأحرف 8 في كلمة واحدة، في كلمتين ممكن، لكن في كلمة واحدة لن تجد مثال على ذلك في القرآن. كيف ضبط الإظهار الشفوي في القرآن؟ ضبط بإثبات السكون على الميم والشمس، شايفين السكون موجودة في أوراق الميم، هكذا ضبط الإظهار الشفوي. مر معكم الوقت اليوم بشكل سريع، سعيد جدا بهذه المشاركات الرائعة منكم وهذه الإجابات العطرة والجميلة. تحدثنا في لقائنا اليوم عن باب أحكام الميم الساكنة، وقلنا أنه ينقسم إلى 3 أقسام، الإدغام أول هذه الأمور التي تحدثنا عنها اليوم، الإدغام ويسمى الإدغام الشفوي مع حرف واحد فقط هو الميم، والإخفاء وهو مع حرف واحد فقط وهو الباء، وباقي الأحرف المتبقية من الحروف الهجائية باستثناء الألف فإنها مع الميم حكمها الإظهار ويسمى الإظهار الشفوي. طبعا هذه المحاضرة إن شاء الله ستنزل قريبا بإذن الله تعالى على قناتنا على اليوتيوب. أتمنى كالمعتاد طلبنا منكم كثيرا ونكرر هذا الطلب بإنكم تشاهدوا هذه المحاضرة، تعملوا لها لايك إعجاب، تشتركوا في القناة. أشكر الأخت سائدة دائما مشاركة وتعلق على الفيديوهات فأشكرها. أشكر طبعا السادة نعيمة دائما التعليق على هذه الفيديوهات، فأشكر لكما وبارك الله فيكم. طبعا هذه قناتنا على التليجرام، لمن أراد الانضمام لها فليقم بتصوير المعقود. أسأل الله لي ولكم نفع القبول والسداد. لا إله إلا أنت سبحانك ربي إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. مين عنده سؤال أو استفسار؟ مين عندها سؤال أو استفسار في لقاء اليوم أو محاضرة اليوم؟ مين عنده سؤال أو استفسار؟ في سؤال دكتور. آسف عفوا معلش أنا مش فاتح الشات، إذا في شيء ممكن تبلغوني فيه أو تعيدوا سؤال سريعا على الشات أو نور تقرأ لنا إياه أو يعني ترفع اليد. تمام. هلا موجود هذا السؤال للأخت ملوكة، عم تقول يا ريت إنه نعرف إنه لماذا أدغمنا النون في الميم ولم ندغم الميم في النون. تمام، سؤال برضو جميل جدا. هذه من عادة العرب، بعض العرب، وهذا أحيانا قاعدة إنه ما يدغم في الشيء لا يدغم هذا الشيء فيه، لا نعكس. إحنا أدغمنا النون في الميم، لا يجوز أن ندغم الميم في النون، لأنه إحنا ما دام أضغم هذه النون في الميم لا يستقيم لنا أن نضغم الميم في النون. لكن هذه قاعدة أحيانا تكون لكل قاعدة شواذ، لكن ما يعنينا هو عادة العرب ورواية القرآن. طبعا ما يحكمنا الآن هو رواية القرآن، لذلك لا تضغم، وإلا النون في اللام تضغم، يعني إذا جاءت نون وبعدها لام من لنونه تضغم. طب أي إذا جاءت العكس، اللام بعدها نون لا تضغم إلا في آل التعريف إذا جاء بعدها نون،
هناك بعض الاستثناءات لا نريد أن ندخل إلى ذلك، لكن أرجع وأقول القاعدة التي تحكمني هي عادة العرب وهي رواية القرآن لهذا الأمر. لو قيل لنا اضغموا كان أضغمنا، تدربنا على الإضغام في ذلك وأضغمنا، لكن ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يوجد إضغام في هذا الأمر. أخت عبير تفضل رفع اليد. السلام عليكم حضرتك حضرت الشيخ. بقول لحضرتك دلوقتي في السؤال الأخت سألته، قالت لماذا لا يدغم الميم في النون ولكن تدغم النون في الميم؟ أنا بفكر فيه من بدري بصراحة. حضرتك قلت كمان اللام ما تدغمش في النون ولكن النون تدغم في اللام، ده حقيقة. احنا عارفين الموضوع ده، اللام لا تدغم في النون لأن اللام أقوى من النون في الصفات، عشان كده ما ينفعش تدغم في النون والنون ضعيفة في صفاتها. طيب أنا بقى قعدت عمال أفكر من بدري، طب لماذا الميم مع النون عمال أجيب صفاتهم واحدة مخرجهم واحد؟ طب حضرتك أما قلت لغة العرب فسكت، هل في حاجة في الصفات بينهم؟ بس عايز أسأل السؤال ده بس. بالميم والنون؟ يعني اللام مع النون قلنا اللام أقوى من النون، عشان كده لا يسمح القوي في الضعيف. الميم مع طب النون؟ دي بقى الميم مع النون. أستاذ عبير كل الصفات واحدة، ويعتبر واحدة. النون متجانسة في الصفات. في الصفات. لكن نرجع ونقول صفة اللام، أنت تقول اللام أقوى من الميم. أقوى من ولا يسمح القوي الضعيف طبعا. كيف أقوى؟ في صفاتها. عددين يعني الصفات. يعني كل نعم، كلمة كل نعم. لا لا أنا فاهم، هذا ما فاهم. أنا أريد الصفات. أقول صفات صفات اللام يعني إن شاء الله. ومقابل على طول صفة يعني هل هم حضر. همس ولا جهر؟ لا يا جهر إن شاء الله. هل هم متوسطات أم توسط إن شاء الله، بينية إن شاء الله. إذا حتى الآن متفقات، هل هم استعلاء أم استفال؟ استفال. تمام اتفقوا حتى الآن، هل هم إطباق أم انفتاح؟ انفتاح. تمام إذا اتفقوا حتى الآن في الأربع صفات. طب هل هم قسمات أم إطلاق؟ إطلاق. طيب إذا مشتركات ولا لا؟ وبعد اخر بقى الصفه اللي هي الانحراف. اذا هي هذه الامور لا تقاس بهذا الشكل اللي انت قلتيها، لانه لما نتحدث عن الصفات الاساسيه متوافقه تماما. اذا هذا التفسير مش دقيق اللي تفضلت، مش دقيق يعني. ليس لذلك، ليس الامر لذلك اقوى، اللام ليست اقوى من الميم. التنتين قريبات جدا من بعض، لكن في النهايه عاده العرب هي لا تدغم. قلنا مثلا الناس أضغمت اللام في النون، لكن أي لام يأتي بعدها نون لا تضغم. قل نعم اللي أتيت فيه أنت قبل قليل تظهر. إذا الذي يحكمني عادة العرب والرواية هو ما يحكمني النظار أو الإضغام. طيب مين عندها سؤال أو عنده سؤال أو استفسار؟ محاضرة اليوم كانت محاضرة رائعة جميلة، استمتعت بها معكم والله. كنت أتمنى أنه نطيل أكثر لأستفيد من معلوماتكم ومن مداخلاتكم، لكن الوقت انتهى. لا يسعني في نهاية هذه المحاضرة إلا أن أقول والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعه من واله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.